ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب، فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض، والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرا؟ نعم، هذا هو الأصل، الواجب أنه يقدم طاعة والده على النافلة، وهذه قصة جريج التي سمعتم، والرجل جريج كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعوقب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع عليه صلاته، إذا دعاه وسمح له عرف أنه يصلي فلو لا يقول أكمل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطعه إذا كانت نافلة.